السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح حابين نتكلم ثلاث أشياء، طبعا كلها تخص الأبطال. الثلاث أشياء هذه كلها تخص بالأبطال. طبعا الشيء الأول اللي راح نتكلم فيه هو بخصوص الأبطال، يعني كيف تجمع أبطال. الشيء الثاني كيف تجيب الميداليات. في ناس سألوني في تعليقات يقول كيف تجيب الميداليات، يعني تحطه من شائع إلى غير شائع إلى نادر إلى اسطوري وزي كذا. وبعد كذا راح نتكلم عن التمركز الجدار الأبطال. أول نخش على الأبطال، أعطيكم مثل عندي من هذا الذهبي، هذا اسطوري. في الذهبي، وفي عندكم البنفسجي تقريبا مو أكيد. أنا أشوف أيوه في بنفسجي الإبك، وفي الأزرق، وفي الأخضر غير شائع، الأزرق شائع نادر، والإبك يعني نادر، والأسطوري أسطوري، وفي العادي الرصاصي هذا عادي جدا. عموما كيف تجيبها؟ عن طريق تخش مثلا على الشادي الأولى. أوكي، تخش مثلا على الشادي الأولى، تبغى مثلا ميداليات. هذه ميداليات مثل ما شايفين هنا، ميداليات هنا. تضغط على هذه الأداة اللي هنا اللي أنا مشي عليها، تضغط عليها يطلعك المكان حق الميداليات حقتها يطالبينها. تضغط على أي واحدة منها، وتضغط الخانة هذه الحمراء. الخانة الحمراء هذه معناها يعني تلعب بالقلب هذا اللي عندك اللي فوق اللي في الزاوية اليمين، يعني تلعبها كلها، اللي هو قوة تحمل المراحل. تلعبها كلها واحد يعني حبة بالزرقاء، طبعا يعني كلها تلعبها وكذا يطلع لك. مهم بلعب واحد ما طلع لي شيء، يعني ابو واحد مرة ثانية خلينا نشوف، بلعب ستة طلع لي واحد، وهذا الثاني يعني طلع لي اثنين من ستة. هذا الثاني شوفوا انتم شايفين، هذا هو هنا. عموما هذا طريقة تجميع الميداليات. طبعا الابطال يختلفون، في مثلا في ناس يقول كيف اجيب البطل حق الضخم هذا، او امير اللصوص، او رجل البخار، او الدمية الساحرة، القنطور المنتقم، الشيطانة المطوط في البحر. هذا اجيبه عن طريق شراء العروض، اشتري انا عن طريق الشراء، اشتريهم عن طريق الشراء من هنا. يعني انا الحين شاري اخر واحد الدمية الساحرة، هذه الدمية الساحرة. طبعا هذه افضل بطل من ناحية تسريع الإنشاء والأبحاث وتدريب الجنود. اللي يبغى تسريع الأبحاث والجنود والإنشاء سواء يأخذ هذه يشتريها، يطورها أسطوري، يطور أسطوري. طبعا هذه معناها هذا 25، معناها 25 ميدالية يعطونك إياها. طبعا هذا معايا إن شاء الله، راح أشتريها الشهر هذا بعد الأسبوع الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله أحط أسطوري. أنا محتاج هذا البطل جدا، محتاج عشان احول اسطوري عشان ينفعني في البحث والانشاء والتدريب. هذا بخصوص الابطال كيف تجيبهم من عروب، وافضل بطل اللي هو الدمية الساحرة. التمركز الابطال يختلف بشيء كثيرة. طبعا انا حاط هذه، ومفترض ما يكون هذا، المفترض يكون ناس حقين دفاع جدار، يعني حقين دفاع اي شيء يخص الدفاع. مثلا اعطيك مثال، يعني زي غراب الليل هذا ينفع حق جدار. أنا أشوف أن مهاراته مكتوب دفاع جدار يعطيك 6%، لو طور أسطوري يعطيك 60%، يعطيك دفاع فرسان، يعطيك هجوم فرسان. يعني هذا تخصص إيش؟ دفاع في الجدار. في الوحش الثاني الظل، نفس الحركة، يعطيك دفاع جدار 3%، الطور آخر شيء أسطوري يعطيك 60%، والمهارة الثانية سرعة بناء الفخاخ، الخانة الثالثة دفاع المشاة. طيب في ناس يسألون يقول لك كيف تفك الخانة هذه الثالثة؟ تنفك إذا صارت رتبة عندك 8، عفوا يعني رتبة 7، يعني زي هذا انتم شايفين هنا علامة زرقاء، هنا من رامة الموت علامة زرقاء. يعني تطور جمع هذه اللي يبغونها، تجمع هذه كلها تطورها من الرتبة هذه الرتبة، تطورها وتوصلها رتبة 7 مثل اللي عندي هنا، مثل زي هذولا شوف رتبة 7، تنفك لك الخانة هذه الثالثة. اذا صار رتبة 7 تنفك لك الخانة الثالثة. هذا نتكلم يعني بخصوص تمركز الأبطال، لازم يكون الناس دفاع. أي بطل دفاعي
تختص في دفاع المشاة، دفاع الرماة، دفاع الفرسان والمشاة ودفاع الجدار، عندك زيادة هذا نحطهم في التمركز الأبطال، هذول هم الأساسيين في تمركز الأبطال. اليوم جاوبناكم بخصوص الأبطال، بخصوص الميداليات، بخصوص كيف تفك الخانة الثالثة البطل. الخانة الثالثة هذه تنفك إذا صار عندك البطل رتبة 7، إذا صار رتبة 7 ينفك لك البطل يصير رتبة 7. وتكلمنا بخصوص تمركز الأبطال. طبعا حنا حاليا في مملكة 54، احنا فيها الآن في مملكة 54، انتم شايفين مملكة 54 دي ماسك مملكة، هذول تحالف تابع لنا بي سي واي وتحالف متحالفين معانا، و هذول احنا تحالفنا، وهذا التحالف الثاني فرع الثاني لنا سي تي 3، وطبعا هذا قائدنا وهذا انا. طبعا في حساب ثاني طبعا جديد، سوينا حساب سوينا تحالف جديد بخصوص اللي يبغى ينضم معانا، اللي يقول هذا طبعا فرعنا الخامس، اللي يبغى ينضم معانا اللي قوته 5 مليون وتحت، اللي قوته 5 مليون تحت طبعا هذه اللي هنا انتم شايفينها هنا، هذه قلعتي وهذا حسابي. سوينا تحالف جديد اللي يبغى ينضم معانا، طبعا راسلوني عن طريق اللعبة مثل ما شرحت لكم اول، عشان نضيف الناس اللي قوتهم 5 مليون تحت او 4 مليون تحت، راح نضيفهم في التحالف الجديد فرع جديد، ونروح نجيب حتى من فرع حقنا هذا نضيفهم معانا، واللي قوته 5 مليون فوق راح نحطهم في التحالف معنا او في التحالف في الفرع الثالث. يعني عندنا حاليا احنا فل اكتمل 99، الفرع الثاني نفس الحركه اكتمل، الفرع الثاني قوته مليار واكتمل تقريبا، شوف قوته تقريبا مليار، يعني 93 قوته مليار 200. فعشان كذا يعني راح نسوي تحالف جديد، اللي يبغى يراسلني يبغى يخش معي يراسلني. طبعا هذا تخش بهنا مثل انتم شايفين هنا، خلينا ارجع هنا تشوفون، تخش من هنا من عند هذه الخانة، هذه على اليسار الزاوية تضغط عليها، تروح على بحث، على بحث هنا بحث، تنزل على الخانة هذه، على خانة التحالف، الخانة هذه اللي انتم شايفينها، تضغط عليها وتضغط هنا على اسم او علامة التحالف، حط سي كابيتال تي 4 واضغط بحث، بحث من هنا راح يطلع لك التحالف حقنا هذا، هذا هو تحالفنا، اضغط عرض، روح على الاعضاء، هذا انا، هذا اسمي، اسمه ادميرال كينج، راسلني عن طريق البريد وراح ان شاء الله افيدك باللي تبغاه. شوف ادميرال كينج، راسلني عن طريق اللعبة وافيدك بالتعليق بخصوص تبغى تنضم معانا او حساب جديد انضمك معانا واشياء كثيرة، واي شيء تبيه تستفسر حاجة راسلني عن طريق اللعبة مثل ما شرحت لكم كيف طريقة الراسلة، او عن طريق تعليقك، اعطيني تعليقك في اليوتيوب وراح ارد عليك ان شاء الله اقرب وقت، واعذرني على القطع الفترة اللي راحت، ان شاء الله اليوم او بكرة راح انزل ان شاء الله مقطع ثاني بخصوص توزيع المواهب. في ناس كثير قال لي كيف توزع المواهب، المواهب اللي هي هنا، راح ان شاء الله نتكلم المقطع ان شاء الله ثاني بخصوص توزيع المواهب بالطريقة الصحيحة، وبالتوفيق لكم ان شاء الله، لا تنسون باللايك وسبسكرايب.